صباح الورد، صباح السعادة، صباح الحب. النهاردة هعمل معاكم فطور جميل جدا وحاجة رائعة رائعة رائعة، حتى لو مش عايزة تعمليها فطور وتعمليها زي تسالي أو تقديمات بتبقى جميلة جدا جدا. من ضمن التقديمات اللي بتعمليها هعمل معاكم كفتة التونة. هعمل معاكم كفتة التونة بطريقة بسيطة وجميلة جدا بجد، تحفة أوي 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 أوي. بتكون موجودة مع التقديمات، مع الفطاير، مع ورق العنب، مع الحاجات دي، بتبقى حاجة جميلة جدا. بس أنا دلوقتي طبعا أنا هعملها لنا دلوقتي عشان الفطور. خلاص هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف كفتة التونة بطريقة سهلة قوي وجميلة جدا. أول حاجة معايا بصلة صغيرة على علبة التونة. علبة التونة هتحط عليها بصلة صغنونة مبشورة وفلفل حار لو مش عايزة فلفل براحتك، والبهارات بتاعتك كمون وشطة. هي أصلا التونة بالفلفل بس برضو إيه بحط لها شطه، تونه وفلفل وكزبره وكمون. وعندي هنا خضره هاخد بس شويه مش كتير، يعني كام فرع بقدونس على كام فرع ايه شبت. وهحتاج بيض وبقسم، سوري بيض وبقسم وعليهم معلقه نشا للتتبيله. وعندي بطاطسايه على العلبه، بطاطسايه صغيره مفيوحه كده مسلوقه. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هاخد الفلفل واخد كام فرع خضره مع البصل تاني، هعيدهم تاني اطحنهم طحنه، واهرس البطاطسايه وهنرجع نعملها مع بعض. طبعا هنحتاج فص توم، فص واحد توم لكل علبه، لكل علبه فص توم. تمام. تقدري دي تعمليها وتحطيها بالفريزر تطلعي بس تحمري، ماشي حبايبي؟ اذا تعمليها وتحطيها بالفريزر ما تحطيش فيها فص التوم ده، استغني عنه. لو هتعمليها زي مثلا دلوقتي طازه وتحمري على طول وتاكليها حطي فص الثوم. لو هتعملي وتفرزيها من ضمن التفريزات اللي عندك ما تحطيش فص الثوم. دلوقتي انا اهو فرمتها، فرمت البصلايه تاني مع قرن الفلفل الحار مع شويه خضره صغننين زي ما انتم شايفين مع البطاطسايه، اكلتهم مع بعض اهي مكونه معايا عجينه زي ما انتم شايفينها ديت كده. هحط عليها بقى بهاراتي، شطه وكزبره وملح شويه، تمام، وكمون، تمام. اهي بسيطة قوي وسهلة قوي قوي قوي، وبيعتبر كصنف من اصناف التقديمات عندك او للفطور، بتبقى جميلة قوي كده تاكليها، بتبقى حلوة قوي محمرة وجميلة. تمام. خلاص كده، لان مش كل مرة نعمل حمسة تونة. هعمل معاكم حمسة التونة بعملها خطيرة. ودلوقتي هنفتح علبة التونة ونبعد عنها الزيت تماما. بسم الله ده جميل قوي، بحبه قوي. دي لما تفتحيها كده تاكليها تبقى خطيره خطيره خطيره. هي معاها قرنين فلفل حار انا هحطهم هنا، وهستغنى عن الزيت بتاعها. بسم الله. وهاخدها واحطها هنا. وممكن تسخني التونه الاول علشان لو مش عايزاه يبقى طعمها معجن اهي كده. ونبدا بقى نخلطهم مع بعض، نقلبهم مع بعض كويس قوي كده كده كده. شديها قوي كويس بجد. كفته التونه دي لو جربتوها هتدعوا لي. كفته التونه بجد خطيره 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 خطيره. تمام. وعلى طول شكليها، مش محتاجه ان انت ايه تخلي او تعملي او تحفظيها بالثلاجه، اللي يعني مش متمكنه ممكن تحطها بالثلاجه لمده ايه 10 دقائق اهي، ما خدتش حاجه، خدت حاجه ما خدتش اي حاجه معاكي. تمام. دلوقتي هناخدها نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا ده البقسم مع معلقه النشا اهوت، هخلطهم مع بعض. وهحط عليهم شويه توابل اتبلهم. تمام. وعندي البيض بتاعي، وعندي البيض بتاعي، وعندي بقسمي، وعندي التونه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده جميله ازاي. هنبدا ناخد ونشكل. جميله قوي قوي قوي. عايزه تعمليها دواير، عايزه تعمليها بتاع ده، وجنبك طبق نظيف اللي تحطي فيه.
عايزه تعمليها دوائر، عاوزه تعمليها عواميد طويله، عايزه تعمليها بول صغنن، كور صغننه، كيفك، اعملي زي ما انت عايزه، زي ما بتحبي اعملي. ده تشكيل حسب الرغبه اهي، شايفين جمالها. هعمل معاكم برضو واحده طويله، تحطيها هنا. هعمل معاكم بقى كفتة الدجاج، بعملها خطيرة، بعملها بطريقة معينة بتبقى جميلة جدا، احلى ما تعجني الكفتة وهي لحم ني تبقى وحشة، تبقى حلوة زي البرجر بس لا، انا بحبها بطريقة معينة هوريها لكم ان شاء الله. هعمل معاكم كفتة الدجاج على طريقتي، هتعجبكم قوي ان شاء الله باذن الله. كده تمام، حاجة بسيطة مش محتاجة أي حاجة ولا أي، سهلة. تمام كده، وتطلعي وتحطي، وزي ما تشايفين مع بعض متماسكة وجميلة، مفيش أي حاجة فيها. وهحمرها دلوقتي على طول، هكمل بقية الكمية وأحمر وأوريكم. ودلوقتي حطيت زيت شوية صغننين وبحمرها زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله جميلة جدا ازاي. تمام، وهوريها لكم اول ما اطلعها بالصحن ان شاء الله. وكده خلصت حلقتنا يا حبايب قلبي مع احلى كفتة تونة، جميلة جدا 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 زي ما انتوا شايفين، لو تجربوها خيال خيال، جميلة جميلة جميلة، مقرمشة وزي ما انتم شايفين ما شاء الله، جميلة قوي قوي بصراحة، زي ما قلت لكم حلوة للتقديميات لأي حاجة. خطيرة، وبعدين فيها ميزة، تعملي وتحضري على طول، لا هتفك منك ولا أي شيء إن شاء الله. يا رب تكون عجبتكم الحلقة وتكون حازت على اعجابكم ان شاء الله. اذا عجبتكم ما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.